السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نلتقيكم في حلقة رياضية جديدة من برنامج صدى الرياضة. اليوم سنتوقف مع محطات منوعة من الأخبار والأحداث الرياضية. ستكون لدينا متابعة لمنتخب أسود الرافدين وآخر أخباره التحضيرية قبل الدخول بالتصفيات الآسيوية الحاسمة والنهائية. لدينا أيضا وقفة مع أحد الكفاءات التدريبية العراقية المتواجدة في الدوري الأردني. هذا المحور وقضايا أخرى سنطرحها ضمن فقراتنا لهذا اليوم. صدى الرياضة بدأ، أهلا بكم معنا. نجدد الترحيب بكم مع فقرات حلقتنا لهذا اليوم، ونستهلها مع منتخبنا الكروي وتفاصيل تجمعه التدريبي الاستعدادي الأول له الذي كان في مدينة ملقا الإسبانية وبإشراف مدربه الهولندي أدفوكات، حيث كان تركيز المدرب الهولندي وطاقمه المساعد على رفع الجانب الفني والنفسي للاعبين بغية الوصول إلى الجاهزية التامة والتنظيم المثالي لخطوط الفريق والانضباط التكتيكي عند تطبيق الواجبات. يذكر أن معسكر إسبانيا شهد تحضيرا جيدا بإقامة وحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية. من جهته خاض منتخبنا مباراة ودية أولى له في معسكر إسبانيا وتعادل فيها سلبيا مع نادي أتلتيكو باليارس ضمن استعداداته لانطلاق التصفيات الحاسمة التي سيستهلها بلقاء كوريا الجنوبية في 2 من الشهر المقبل. بغض النظر عن المباراة ويعني الفريق المنافس، كمباراة استفادينا صراحة من هذه المباراة. تعرف أنت عداد جيد، يعني خلال 3 أيام صبح وعصر استفادينا. المباراة الأولى يعني قدرنا نطلع يعني بأشياء حلوة يعني بالمباراة. استفادينا الكثير من هذا المعسكر، مباراة صراحة يعني كانت مباراة جيدة، استفادينا الكثير منها. حب المدرب إنه يشوف اللاعبين في هذه المباراة، وعندنا بعد مباراة ثانية ووضع اللاعبين كلهم جيدين. أكيد إحنا إنه تنتظرنا تصفيات مهمة علينا إنه نستعد لها من الآن، وإن شاء الله يا رب التوفيق بإذن الله سبحانه وتعالى. نبقى مع منتخبنا بكرة القدم ومعسكره في مدينة ماربيلا الإسباني، حيث خاض منتخبنا المباراة التجريبية الثانية له أمام نادي ريال لينينسي الإسباني، وانتهت المواجهة أيضا بالتعادل السلبي بعدما فشلت كتيبة المدرب الهولندي أدفوكات بالتسجيل للمرة الثانية على التوالي. وبذلك أنهى منتخبنا معسكره التدريبية في إسبانيا وتوجه إلى مدينة قيصر التركية للدخول في معسكر تدريبي ثان يستمر حتى 25 من الشهر الحالي قبل العودة إلى العاصمة بغداد، وسيلتحق عدد من اللاعبين المحترفين ببعثة المنتخب خلال معسكر تركيا للدخول في أجواء المعسكر وكذلك لرؤيتهم من قبل المدرب الهولندي أدفوكات والوقوف على الجاهزية البدنية والفنية. يذكر أن قرعة الدور الحاسم من التصفيات وضعت العراق في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية وإيران ولبنان وسوريا والإمارات. على بركة الله سنرفع شعار التحدي ونقف مع كتيبة أسود الرافدين في التصفيات الحاسمة التي يقينا تتطلب العمل بإمكانيات جبارة وبعقلية احترافية عالية المستوى. دعونا نتمسك بحق التأهل ونساهم بوصول المنتخب إلى الجاهزية التامة. دعونا نتمسك بالأمل لخطف بطاقة العبور وتحقيق الحلم المؤدي إلى الدوحة. قولوا معي إن شاء الله.
جد الله على بشار رسن، رسن مرر معك همام، معك همام، بشار رسن عالية، جول 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 جول، سدد الله. هند علي يسجل للعراق في سقف إيران، يضع الكرة أهلا بكم مع محوري ضيف صدى لهذا اليوم، والذي سيكون مكرسا عن المدرب العراقي عبد الجبار حميد بعدما تولى مؤخرا مهمة المدير الفني لنادي الجليل الأردني. وبالتأكيد سيكون يعني هذا الاسم إضافة تدريبية فعالة باستئناف مشوار الفريق ضمن منافسات بطولة الدوري الأردني للمحترفين وكذلك بطولة الكأس. للحديث أكثر عن هذه المهمة ينضم معنا عبر الهاتف من مدينة إربد الأردنية المدرب العراقي جبار حميد. أهلا وسهلا بك كابتن، وسعداء بانضمامك إلينا. أهلا وسهلا كابتن بلال، تحياتي إليك ولأسرتك والقناة الرياضية في عمان. قبل كل شيء يعني مبارك لك المهمة الجديدة القديمة التي نأمل لك فيها نجاحا وتألقا وبصمة تدريبية فعالة للنادي. كابتن بلال الله يحفظك يا رب. الوحيد الإعلام من بعد احنا شايفين ظلم، بس انت قريب على اعلام الاردن ونجاحك ومجتهد بدون مجامله. بصراحه عملي احنا من بعض المدربين، انا اول ناس اشتغلت في الخليج واشتغلت برا وصاحب انجاز، هي النتائج مو انا صاحب الانجاز، بس انا اشكرك على هاي المهمه والثقه. انت الوحيد المصاحبي في الاردن، انت تابع المدربين وتابع اللاعبين العراقيين، تابع اي كره واي مناسبه، انت اول سباقه. واحنا لو مو انت احنا ما موجودين بصراحه بالعمل. يعرفون بعض الناس وبعض الاتحاد العراقي وبعض الانديه العراقيه يفكرون بينا. كابتن قبل الحوار اسمح لنا ان نتابع سويه التقرير التالي الذي يلخص بعضا من مشوارك الرياضي. سنتابع ونعود بعد ذلك لتكمله الحوار، خليك ويانا. الاجتهاد هو سر النجاح، شعار يرفعه المدرب العراقي جبار حميد خلال مسيرته الرياضية سواء في الملاعب العراقية أو الخارجية. تدرج لاعباً ومدافعاً مميزاً في مستهل مشواره مع الكرة ليلعب في نادي الشباب موسم 1977-1978، ثم سرعان ما انتقل لفريقه الأول في الدوري لموسم واحد، وجراء توفر المواصفات الفنية الجيدة فيه مثل نادي القوى الجوية العريق من موسم 1980 إلى 1992. ومع قلعة الصقور ارتقى حميد إلى مستوى فني أعلى بعدما كان أصغر لاعب ينضم للفريق آنذاك، وهذا ما مهد له الطريق للالتحاق بصفوف منتخبات العراق للفئات المختلفة بداية من الشباب والوطني والمنتخب الوطني باء ومنتخب بغداد مع المرحوم عبد كاظم، والمنتخب العسكري عام 1989 مع المدرب عبد الإله عبد الحميد، كما مثل نادي الزوراء عام 1989 في البطولة الآسيوية للأندية. عندما وضع حداً لمسيرته كلاعب قاده طموحه للدخول في عالم التدريب ليبدأ الرحلة مع نادي جلولاء في الدرجة الثانية، وانتقل بعدها لقيادة نادي ديالى خلفاً للمدرب هادم طنش، ثم تولى تدريب نادي الخطوط في الدوري الممتاز وحصل معه على المركز السادس، وعمل في نادي كركوك ثم درب الرمادي والسليمانية والناصرية في 2001، وفي سنة 2003 عاد إلى نادي كركوك لسنتين وأحرز لقب البطولة التنشيطية لمرتين، وانتقل بعد ذلك لتدريب نادي النفط الذي حصل معه على المركز الثالث. روح المغامرة لديه لم تتوقف عند هذا الحد، ليحمل حقائبه وينطلق إلى الملاعب الأردنية ليحط أولاً في نادي العربي عام 2005، ومن ثم نادي الرمثة والحسين إربد لموسمين، وبعدها نادي الكرمل، ليفرض نفسه مع نادي الجليل عندما أسهم بتأهله إلى دور المحترفين بعد غياب دام 20 سنة، ليقود بعدها منتخب الشمال الأردني بترشيح من المدرب المصري الراحل محمود الجوهري. واستمر حميد بتحقيق طموحاته ومواصلة عطاءاته ورغباته ليصل هذه المرة إلى الملاعب الخليجية
فكانت له تجارب ناجحة، ومنها مع الملاعب العمانية عندما تولى تدريب نادي مرباط وصلالة، ثم انتقل لتدريب نادي البحرين لموسم واحد، ودرب أيضا نادي قلال البحريني، لينتقل إلى بيروت ويحقق هناك نتائج طيبة مع الفرق التي عمل معها. واليوم ومثلما انطلقت مسيرته الاحترافية التدريبية الخارجية من الملاعب الأردنية، لم يكن غريبا أن يختار مرة أخرى بثقة وجدارة للعودة إليها بعد إناطته مهمة المدير الفني لفريق الجليل بكرة القدم، ويكون إضافة تدريبية مهمة وفعالة في استئناف مشوار الفريق بنجاح ضمن منافسات بطولة الدوري الأردني للمحترفين. أول الأهداف لمصلحة نادي الجليل، يريد إحراز الهدف لؤي. أهلا بك كابتن. بدءا بعد عودتك مرة أخرى لتدريب نادي الجليل الأردني، كيف وجدته؟ يعني هل هو بمستوى فني مرضي؟ هل الظروف المتاحة فيه متلائمة؟ ما تقييمك لواقع نادي الجليل؟ شوف بصراحة أحكي لك على نادي الجليل في هاي الفترة رجعت بيها، فريق كان ماخذ صاعد من أولى إلى الدوري المعترفين وأخذ بطولة الدرع. المدرب السابق هو زميلي وأخوي أبو أحمد، اشتغلت من وراء أكمل مشواره في المرحلة الأولى. المرحلة الأولى لاعبين 7 لعبات من 3 نقاط. جيت أنا عدلت الفريق ورتبت الفريق وأعرف اللاعبين وأعرف بحكم الدوري الأردني خبرة على قول الأردنيين. جينا اشتغلنا على طريقة الطريقة الكوميش، نغيرنا الكادر الفني واشتغلنا بطريقة صحيحة منظمة بعد الجهد من بعض الإدارة، جهودة مشكورة من بعض اللاعبين ومدير الفريق ورئيس اللجنة، كلهم الإدارة وقفت مع الفريق وقفت معاي بصراحة في نجاح الفريق، ونجحنا. نحدنا خسرانين يمكن خسارة واحدة في كمش الفريق، لا خسرنا بس معان كنا خسارة سلبية، كان الفريق ما متوفق بصراحة، شغلات مو فنية، شغلات اللاعبين، أغلب اللاعبين خسرنا بيها، كنا خسارة غير متوقعة، إن ضربة قوية على الرأس، بس مش الفريق ما احنا نريد، وهدفنا من الفريق بقانا في الدوري المحترفين ونشتغل بعد عندنا مرحلة. طيب على الصعيد الشخصي، يعني ما هي طموحاتك وتطلعاتك مع الجليل؟ شوف بصراحة واحد لازم يحكي الواقع، الناس العالم كله مفتوح على الانترنت، كل شيء تعرف في الاخبار، انا بقول لك طموحي انافس بعض المراكز، لا المراكز الاولى صعبة علينا. الجليل لاعب 7 مباريات أو 6 مباريات، عنده 3 نقاط من الدوري وما عنده هدف، بنقص بعض المراكز فيها، بس انا بعدين طورت الفريق وغيرت الفريق. احنا طموحنا لسه، طموحنا كاداره كمش الفريق، ما أقدر من طموحي نابس على الدوري ولا أصير رابع خامس، لازم أراد له فتح إعداد، أراد له منافسات، أراد له فتح عمل، أراد له اختيار اللاعبين يعني حسب أسلوب المدرب. إحنا ثباتنا بالدوري هو إنجاز للنادي، ليس إنجاز لي. ممتاز كابتن، اسمح لنا يعني أن نتابع ما قاله البعض من عناصر نادي الجليل، سنتابع ولنا عودة. كابتن جبار يعني استلم الفريق في مرحلة الذهاب، والآن هو مستمر مع الفريق، والحمد لله فضل رب العالمين، يعني بصمات واضحة على الفريق من خلال أداء اللاعبين وتغيير بعض المراكز للاعبين، وما أسعف الوقت للأمانة بين المرحلتين إنه يؤدي أكبر من اللي أداه، بس لو كان في وقت معه كان يعني كان بإمكانه يعني فعل شيء أفضل من الآن، بس الحمد لله بصماته واضحة وهو الآن بيشتغل مع الفريق على إن شاء الله أنه يثبته في مكان مستقر في الدوري على سلم الترتيب. بلشنا إحنا فترة جديدة مع الكابتن جبار حميد ولاحظنا التطور في المستوى، الحمد لله رب العالمين صار عندنا نقلة نوعية طبعا مع الكابتن جبار، قدرنا أن نخرج من عدم المسؤولية في المرحلة الأولى، شهد الفريق تطور كبير والحمد لله رب العالمين، قدرنا أن نتخطى أكثر من عقبة وصار ترتيبنا على سلم الترتيب في النصف. كابتن جبار، يعني منذ استلامك المهمة ونادي الجليل يظهر يعني بتوازن جيد، وانعكاسا لذلك يعني اختلفت نتائج الفريق إيجابيا وتصاعد المستوى العام للاعبين. سؤالي، كيف بالإمكان المحافظة على هذه الديمومة مستقبلا؟ شوف
كابتن. طبعا انت تعرف كنت اخ رياضي ومعروف غني على التاريخ. احنا عملنا من اجيت الاردن اشتغلت معنا الجديد لعبنا 4 مباريات تجريبيه ليس وديه، تختلف بين الوديه ويختلف بين التجريبيه. لعبنا 4 مرات فزنا على الرمثال وفزنا على الجزيره وتعادلنا مع نادي الحسين اربد. المباراه مشت الفريق سيستم عاليه. من الجين للدوري قعدنا مع الهيئه الاداريه المحترمه. طبعا انا ما جامل الاداره اقول اداره قصع اقول لا، بس اقول امر الواقع. الاداره ومع مدير الفريق ابو خروب مع ابو احمد رئيس النادي ومع سيد العجاوي كل وصدقي وباسم ابو محمد كل الكادر الفني معايا كنا بحلقه النادي، كنا صرنا ايد واحده بمصلحه النادي، بمصلحه في هذا النادي المخيم في الاربد. هذا الفريق جينا فريق طورناه بكثير. العمل صبح وعصر انا مع الكادر ماتي مع مدرب حراس عمر والمدرب العام ياسر العمري غني عن تعريف لاعب قديم وعمر مدرب منتخبات في الاتحاد الاردني. اشتغلنا لجل الفريق تنطور شلون نتبدل، غيرنا شكل الفريق بالرغم طلعوا 5 لاعبين عندي في مرحله ثانيه. طبعا الظروف ماديا النادي مالنا بصراحه والاداره قاعد تمرها ماديا كلش صعبه في الاردن بصراحه. الماده هزمه ماليه مو بس على نادي الجليل، على كل الانديه في الاردن، بس في الجليل صعبه ماديا لان النادي معتمد على نفسه ويستنى المصاري مع الفلوس. الاتحاد الاردني تعرف المصاري تتاخر ما تتاخر، بس وضعنا كفريق في هذه المرحله في جهود اللاعبين والكادر الفني والاداري والطبي ومدير الفريق، فريق مشيناه في طريق الصحيح وعلى طريق اللعب وطريق السلوك جديد. من المؤكد الاحتراف التدريبي الخارجي يعني هو تكريم وتقييم لعطاء وفكر ومستوى فني لأي مدرب، لكن بالوقت نفسه هل حضرتك تشعر بأنه يعني يحملك مسؤولية وضغط أكبر من العمل المحلي؟ طبعا بصراحة شوف كل المدربين المحترفين يشتغلون في بلد أو كل الخليج أو في الأردن، المدرب محاسب هم محسوب ليس مدرب محلي، مدرب معترف. بس المدرب المعترف عليه مسؤولية كثير، والنتائج إذا مو زين يتحملها مدرب، ليش يتحملها إدارة ويتحملها لا صح وغلط. حتى ظروف النادي إذا شو صعبة ما مود المدرب قبل هاي المهمة. بس أنا أحب العمل صراحة، أحب التحدي، يعني التحدي من تأخذ فرصة برا تدرب بصراحة. وتسمعني كابتن بلال، متدرب برا عملك مدرب جيد جدا كمعروف صاحب إنجازات صعب بصمة، مو أنا أقول العمل، بس من تجي بلدك ما تشتغل، بلدك ما تشتغل ما يعطوك فرصة. ولا اتحاد ولا لجنة فنية في العراق في يوم اجتمعوا مع المدربين برا. الظاهر احنا في كرة العراقية ليس نرجو مدربين المعروفين بصراحة، يردون كل واحد لهم طرف صديقهم أو مصلحتهم الخاصة يفكرون بهذا المدرب. احنا بالاردن او بالبحرين اشتغل او بلبنان او بعمان او بالامارات صاحب بصماني وعضو من كلمة انا وزملائي، بس اين الاتحاد العراقي واين اللجنة الفنية بالعراق؟ اين اللجنة الفنية والاتحاد العراقي وينهم؟ وبزمان محمود الجوهري اعطاني منتخب الشمال وفزنا على منتخب باكستان والعراق ما يفكر بيه، وانا سابقا اصغر مدرب كنت راح ادرب ضربة النفط ضربة الكركوك بعلمك انت وضربة الديالة بالرمالي والكود والناصرية ضربتهم. هسه اللجنة الفنية بالاتحاد وينهم؟ ما اعرف، انا اعتب على الاتحاد العراقي وعلى الهيئة الطبيعية ما حتى اعلاميا. طيب. اسمح لنا ان نتوقف مرة اخرى مع ابناء نادي الجليل لمتابعة انطباعاتهم، سنتابع ولنا عودة، خليك ويانا كابتن. الحمد لله رب العالمين، يعني احنا للاحسن حاليا بقيادة الكابتن جبار والجهاز الفني، احنا بنوجه له الشكر على المجهود اللي بيقدمنا اياه. ان شاء الله ربنا بيوفقنا مع الجهاز الفني والكادر كامل، ونشكر الكابتن جبار على المجهود اللي بيقدمنا اياه، بصراحة مجهود كثير عالي. الحمد لله رب العالمين، احنا بتطور مستمر مع الجهاز الفني الجديد بقيادة الكابتن جبار حميد، امورنا تحسنت كثير والحمد لله نتائج قاعد تتحسن. جيتنا مباراة مهمة والكابتن جبار عم يشتغل عليها
بالطريقة المناسبة وإن شاء الله تكون أمورنا تمام. ما زالت خطيرة ومحاولة شوف عودة لاعبين والتسديد الله. طيب. كابتن جبار في ظل يعني هذه المعطيات ومن خلال حديثك العام في هذا اللقاء، أرغب أن يعني تعطينا فكرة أين ستصل بفريق الجليل من خلال الاستراتيجية التدريبية الخاصة بك؟ طبعا الاستراتيجية طريقة عملنا في النادي الجليل، احنا موقعنا حاليا سامنا على الدوري، انا كنت كامس فريق مرتب الاخير بين الهبوط وفريق عنده 3 نقاط، جينا طورنا فريق عنده 12 نقطة بجهود كل الناس من المهدين النادي من إدارة ومن الكادر الفني ومدير الفريق. حاليا احنا خطط خطأ عملنا نبقي الفريق سابع ثامن نفس المركز، يحافظ على مركزه، يحافظ على مركزه، ما اجامك اقول لك الخامس او الرابع او العاشر، نحافظ على مركزه وبقاء بالدوري هو هذا انجاز. طبعا انا طموحي الافضل، لولا انا مختار الفريق قبل ما يدون دوري كان اختلفت الاليه واستراتيجيه العمل. استراتيجيه العمل حاليا كنا من الاداره والجمهور واللاعبين قانعين ثباتهم بالدوري. ثاني شيء احنا كل المحللين الاردنيين وزملائنا والصحفيين في الأردن ومدربين مشكورين على تقييم جبار حميد بصراحة، لأن الفريق تطور كلهم أشكر المدربين حتى المحللين الأردنيين سعد بلال من يقولون فريق تطور تطور، ما نقول جبار حميد تطور المدرب العراقي، هذا فخر صح له غلط، وكل المدربين الأردنيين ومحللين والصحاب تمدح الفريق زيادة ستون فريق، هاي مشكلة. احنا بقانا بالدوري أهم شيء ثبات إن شاء الله تكون الأمور طيبة مع في مسيرتك التدريبية مع هذا النادي، وإن شاء الله تحقق نتائج إيجابية. كابتن، سأتحول إلى محور منتخبنا العراقي من وجهة نظر فنية بحتة، كيف ترى وضع المنتخب حاليا ومشواره المهم ضمن التصفيات المصيرية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022؟ شوف كابتن بلال، انت غني على التاريخ بصراحه، انا احكي في منطقه كره القدم لا اجامل ولا عندي مصلحه بالمنتخب ولا شيء. الفكر المدرب الهولندي على المستوى العالي طبعا، واختيار المدرب كفو ومدرب عنده رؤيه وعنده خبره، هاي وحده. اثنين، المنتخب العراقي اول معسكر طلع لاسبانيا هي نجاح الكره العراقيه، اول شيء اختلفت الملاعب، الاجواء اختلفت، يوم معسكر مطول فترة كان مقدم منتخب يقدم أفضل بخبرة المدربين على المستوى، عندهم انضباط ماكو مشاكل، عند غير طريقة اللعب، كان أي مدرب يجينا يلعب شوط طويل، هاي من يتحملها؟ يتحملها إدارات الأندية، لأن يعتمدون على مدربين، لازم مدرب يسوي عقد سنتين ثلاث سنوات، ما يسوي خمس لعبات أربع لعبات. هذا المدرب هاي المباراتين شفت الفريقاني بتطوير بناء هجم الخلف، احنا فقديها يعني، والعراق ان شاء الله ترشح بكاس العالم ليس مجامله، ولازم كنا احنا نسانده كمدربين او لاعبين او صحاف ندعم، تدعم شخص، تدعم بلد دوله، وماكو مزايد على الدوله مالتك. ان شاء الله نكون على الطريق المؤدي الى مونديال قطر. كابتن جبار، كلمه اخيره ماذا تقول فيها؟ كلمه قلبي مشروح بصراحه، اشكرك كثير، أول مرة وحفاجك بكلام تسري، أول أشوف واحد عراقي صحفي يتكلم مع جبار حميد، حسيت أني عراقي ومدرب محترف، بشكرك كابتن بلال. خالص الامتنان والتقدير للكابتن العراقي عبد الجبار حميد المدير الفني لنادي الجليل لانضمامه معنا عبر الهاتف من مدينة إربد الأردنية، شكرا جزيلا له. أشكرك بلال. الأمنيات وحدها ليست كافية، فالاجتهاد والمثابرة والالتزام هي عوامل مهمة لكي يعني تحصد من خلالها النتائج. ارفع من مستوى طموحاتك، فالعمل هو سر النجاح. على الموعد نلقاكم بإذن الله. هذه تحياتي، أنا بلال بداع، مع السلامة.